مكان النجاة فيه. قال إذا كان المكان ضيقا يجب غطي الإيش ماله؟ جميع المكان. أما إذا لم يكن المكان ضيقا كان واسعا ولا يعلم مكان النجاسة لا يلزم غسل جميع المكان رفعا للحرج عنه والمشقة عنه ويصلي أين شاء. قال والضابط بين الضيق والواسع متروك إلى العرض. ما الحكم أو ما حكم من صلى وهو قابض حبلا متصلا بنجس؟ لا تصح صلاة نحو قابض طرف شيء كحبل متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته، وكذلك لو جعل طرفه تحت رجله ولا نجس إيه؟ يحاذيه. يعني واحد بيصلي وماسك حبل إيه؟ متصل بنجس. يعني الآن أنا أصلي وماسك حبل والحبل مربوط في إيه؟ في كلب. صلاتي باطلة. فاهمين كيف؟ لا تصح صلاة نحو قابض طرف شيء كحبل متصل في إيه؟ في نجس. وإن لم يتحرك بحركته. يعني ممكن أنا أعطيها أنا تكييف معاصر اللي هو كثير بيسألوا للناس إنه شو الحكم أصلي وابني أنا حامله وفي نجاسة منها نجاسة من الولد. الولد يكون يعني أجلكم الله نعم هو حامله. لا يصح. لكن متى لا يصح؟ لا يصح إذا علمت أنه إيه؟ أن فيه نجاسة. إذا علم. إذا لا يعلم صلاة صحيحة. تبقى معايا. إذا لا يعلم يعني الآن إنسان يحمل ولده ويصلي جائز. لكن إذا كان لا يعلم إذا كان يعلم أن في ملابسه نجاسة صلاة باطلة. طب إذا لم يكن يعلم فرائمها صحيحة ولو تبين أن فيه إيه؟ نجاسة فيما بعد. قال ما حكم من وصل عظمه عظمه بنجس؟ ما حكم وصل عظمه بنجس؟ لو وصل عظمه لحاجه بنجس من عظم صحت ايه؟ صلاته معه ولا يلزمه نزعه اذا وجد الطاهر، فان لم يحتج لوصله وجب عليه نزعه ان امن من نزعه ضررا يبيح التيمم. ومثل الوصل للعظم فيما ذكر الوشم ففيه التفصيل ايه؟ ففيه التفصيل المذكور. شوف معايا فقهائنا وكانهم يعيشون في واقعنا. يعني اليوم يعني كان في زمان كان الامر يعني مش عملي، كان عملي. اليوم في زراعه اعضاء خنزير. شركه؟ في البعض اليوم يزرع شرايين، يزرع قلب، مش قلب، يزرع صمامات من خنزير، مش وما الى ذلك. طيب هذه نجاسه للضروره جائز. لا باس بذلك. قال لا يلزمه نزعه اذا كان محتاجا اليه ولم يجد ايش؟ طاهرا. ولكن إذا لم يحتج لوصله يعني ليس محتاجا ووضع هذه النجاسة لابد أن ينزعها ما لم يترتب على نزعها إيه؟ ضرر يبيح التيمم. اليوم مثال العملي الوشم. الوشم عبارة عن نجاسة. لأن أنتم فاكرين هذا الوشم اللي في اليد هو عبارة عن إيه؟ الوشم هذا في اليد هو عبارة عن احتباس الدم داخل ما بين يعني تحت الجلد، تحت الجلد، احتباس الدم تحت الجلد. طبعا هذه الطريقة نجسة لا بد من إزالتها إلا إذا ترتب على إزالتها إيه؟ ضرر. طب ما هو يعني ضابط الضرر؟ قال ضرر يبيح التيمم. ضرر يبيح التيمم يعني هذا الضرر يمنعك من إيش؟ ملامسة الماء لأنه يحصل مشقة إذا تضع ماء عليه فيبيح لك التيمم. قال فائدة يعفى عما عصر الاحتراز عنه. يعفى عما عصر ايه؟ الاحتراز عنه غالبا من طين الشارع النجس لعسر تجنبه وعن دم نحو براغيث ودمام كقمل وعن دم فصد وحجم اي حجامة بمحلهما وعن رفض ذباب وان كثر ما ذكر لعموم البلوى بذلك لا ان كثر من فعله اي بتعمده، فان كثر من فعله كان قتل براغيث او عصر الدم لم يعفى عن الكثير ايه؟ عرفا. اذا الفقهاء يقول يعفى عن الامور التي او عن النجاسات التي يعصر التحرز عنها مثل طين الشارع النجس الذي يعني يتعصب ان يتجنبه، اليوم مش موجودي لكن يمكن في قرى بعدها موجودي. عن دم نحو براغين، دمامل، قمل، وما الى ذلك هي يعفى عنها بشرط او حجامي او رض ذباب بشرط ان لا يكون اماله بتعمده، اما اذا كان بتعمده قتل ذباب او براغين او ما الى ذلك
لا يعفى عن ايه؟ الكثير ويعفى عن القليل. قد يعفى عن قليل دم اجنبي اي غير دم الشخص نفسه، لا عن قليل دم كلب او خنزير لغرضه، وكالدم فيما ذكر القيح والصديد وماء القروح. يعني الان لو اجى عليه دم اخر اذا قليل يعفى عنه، لكن بشرط ان لا يكون دم كلب او ايه؟ او خنزير. لان هناك الشافعي اعداؤهم الكلب على كل خط. عداوي. طيب قال فائده، لو صلى بنجس غير معفو عنه لم يعلمه او علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر وجبت الاعاده، ويجب اعاده كل صلاه تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها. حقيقه الكلام لو انه يعني الان صلى وعلى بدنه نجاسه لم يكن يعلمها او كان يعلمها ثم نسيها ثم تذكر بعد الصلاه او علمها بعد الصلاه، يجب عليه ان يعيد كل صلاه ايمانها صلاه بهذه النجاسه، خلافا لمين حكينا احنا؟ الحنابلة. هذا بالنسبه للشرط الاول من شروط صحه الصلاه. شوف قديش فصل فيه ووسع فيه. هل ترك بالله عليكم جزئيه لم ترك اليها؟ ترك ثغره؟ ها؟ طيب استمع الى الاسئله عاجله بسرعه.